السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الكرام. هناك مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، اليأس عنده قليل جدا، لم ييأس أبدا من إضلال الخلق. هذا المخلوق يأس في أمر واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، أي بالوقيعة بينهم. في هذا الزمان تجد خلافا كبيرا بين الناس، لا سيما المسلمين منهم، في خلاف كبير بينهم في المعتقد، في العمل، في الأحكام بعضهم على بعض. والصراع بين الحق والباطل صراع أبدي لن ينتهي ولن يتوقف أبدا، لكن أن يكون هذا الخلاف وهذه الوقيعة بين أبناء المعتقد الواحد أو الجنس الواحد والفكر الواحد، هذه أزمة كبيرة صنعها الشيطان بينهم، والشيطان يفرح بهذا. مع أن ينبغي علينا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى جعل من سننه الكونية أن يكون الناس مختلفين، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين. الله تبارك وتعالى سنة كونية عنده أن يكون فيه خلق مختلفين في المعتقد، مختلفين في الفكر، حتى مختلفين في الأفهام. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مختلفين في فهم الأحكام الشرعية، لذلك تجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: في من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هناك من صلى في بني قريظة، هناك من لما سمع الأذان صلى، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفريقين على هذا الفهم. اختلاف في الأفهام سنة كونية بين الخلق أجمعين، هذا الاختلاف لا يؤدي أبدا إلى التناحر ولا التباغض ولا التقاتل، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الاختلاف في الفهم، حتى في فهم الأدلة والنصوص الشرعية، لا ينبغي أبدا أن يكون منتهى أن يختلف الناس فيقع بعضهم في بعض، لا سيما المسلمين، أن يختلف المسلمون ثم يبدع بعضهم بعض ويفسق بعضهم بعض ويكفر بعضهم بعض. إنما ما يحدث في مجتمعات المسلمين هو في المقام الأول من فعل الشيطان، بل هو أكثر شيء يفرح الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن بالتحريش بينهم، أي بالتحريض والوقيعة بين المسلمين. الأصل في المسلمين أن يكونوا كلمة واحدة: وكذلك جعلناكم أمة واحدة. أمة، قال الله تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بالاعتصام بكتابه وبسنته وبحوله المتين، قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء متقاتلين متحاربين فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لكننا في هذا الزمان العجيب كل واحد فينا للأسف الشديد فاضل الثاني. يا أخي اشغل نفسك بنفسك، أنا لا أقول أن تكف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن أؤمر بالمعروف بمعروف وأنهى عن المنكر بغير منكر. كن رفيقا حليما بإخوانك. الله تبارك وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الغلظة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنفر الناس، تخلي كل الناس تكره بعضها. كن حليما، كن رؤوفا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الحلم في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فإنك إذا أردت أن تعالج فيه قصورا أو توجهني إلى خطأ، ينبغي أن تكون حليما بي، لا توجهني بقسوة ولا بغلظة، ولا إنك تفرد عضلاتك علي، ولا إنك تتهمني بما ليس فيه. لا، ينبغي عليك أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى بالحلم والحكمة والرحمة والرأفة، وأن يكون أقصى منتهاك أن تنقذ الأنفس من الشرك ومن المعاصي ومن الفسوق ومن البدع إلى السنة وإلى الطاعة وإلى التوحيد، لا أن يكون أقصى أمانيك أن تجعل من نفسك حكما على الناس. ما هكذا تورد الإبل. أنا بقول لك خد بالك، إن لا تكن عونا للشيطان على إخوانك، لا تكن أبدا عونا للشيطان على إخوانك، فبدل من أن تأخذ بأيديهم إلى الهدى أنت تجعلهم يصرون على ما هم فيه من المعاصي والبدع، وتظن نفسك أنك الآن أقمت عليهم الحجة. لو كان حقا هدفك الأسمى أن تخرج هؤلاء الناس من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي إلى نور التوحيد والسنة والطاعة، لكنت حريصا عليهم، رؤوفا بهم، شفيقا عليهم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما نجى الله تبارك وتعالى به نفسا واحدة من النار، هذا الغلام اليهودي،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي نجى بي نفسا من النار. ينبغي أن يكون هذا هو الهدف الأسمى لك، لا أن يكون هدفك التجريح والتبديع والتفسيق وفقط، لكن ينبغي أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى برأفة وحلم وأنا، ولا تجادل. من جادلك في أمر أنت على يقين به؟ يا أخي ريح دماغك، أنت أدعه إلى الله تبارك وتعالى، وجهه إلى السنة، حاول جاهدا أن تصرفه عن البدعة وعن الفسق وعن الفجور. فإن استجاب فالحمد لله، فإن لم يستجب فخلاص أنت وفيت ما عليك. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم سبيل الرشاد، وأن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.